بالنسبة للسؤال اللي حضرتك سألتهولي بالنسبة للأنف، أنا عايز بس أشرح حاجة بسيطة قوي، إن في اختلاف شديد جدا بين الأنف الأوروبية والأنف العربية. الأنف العربية مختلفة تماما عن الأنف الأوروبية. المقاييس اللي محطوطة مقاييس أوروبية اللي هي تلت وتلت وتلت، إن الأنف بالذات لازم يبقى تلت الوجه بالظبط. الأنف ده حاجة مهمة جدا لأنها بتاخد العين على طول وبتبان، أي غلطة فيه بتبان على طول. الأنف العربية أطول شوية، حوالي 2-3 مللي من الأنف الأوروبية، وده لازم نحافظ عليه، لأن يعني دي نوع من الهوية العربية اللي لازم نحافظ عليها، زي العين الصينية ما ينفعش تغيريها، زي الأنف للناس السمر موجودة ومعروفة، إن ده أما تشوفيها تقولي ده يعني جنسيته بس، فالأنف العربية دي هوية لازم نحافظ عليها. الأخطاء اللي موجودة في الأنف نقدر نتحكم فيها، بمعنى الأنف دي مكونة من عظم وغضروف وجزء مكمل اللي هو القماش اللي عليها أو اللي بنقول عليه الجلد أو الأنسجة المغطية. إذا شبهت لك إن الأنف دي عاملة زي الخيمة، والخيمة دي ليها وتد، الوتد ده اللي هو الحاجز الأنفي الداخلي، لو الوتد ده معوج الأنف معوجة، لو الوتد ده قصير الانف قصيره، فاحنا عندنا الهيكل المكون للانف اللي هو الحاجز الانفي والعظمتين الاساسيتين اللي هما في الجنب مكملين للغضروف الاساسي اللي هو بيكمل العظمه وبيعمل يشكل مقدمه الانف. بمعنى لو انا عندي غلطه في العظم يبقى شغلي كله في العظم، لو عندي غلطه في الغضروف يبقى الشغل كله في الغضروف، لو عندي غلطة في كله يبقى الشغل في كله، بحيث ان احنا نقدر نعدل اي شيء في الانف. الطرق اللي احنا بنستخدمها في طريقتين اساسيتين معروفين. الطريق الفرنساوي ان احنا بنشتغل من داخل الانف بدون اي جروح خارجية على الاطلاق نهائي، ولكن في طريقة انجليزية اللي هي بنفتح علشان نكسر العظم لما نحتاج فتحة صغيرة او ما تبانش، او بنفتح في الاوبن تكنيك اللي هو بنفتح في مقدم تحت الانف خالص عشان نقلب الانف لفوق ونقدر نشتغل جوه. دي طريقه موجوده الاولانيه بنعملها للانف اللي ما اتعملش فيها حاجه قبل كده، اول مره يعمل وما حصلوش اي مشاكل وكل حاجه مظبوطه، فنقدر نشكل الانف زي ما احنا عايزين. للاسف الشديد في بعض الناس عملت عمليات في الانف وليست ناجحه، لا يعني لتدخل بعض الناس الاطباء الغير مؤهلين او الغير ما عندهمش النظرة الجمالية، لازم الدكتور التجميل يبقى عنده نظرة فنية وجمالية، فممكن قوي يكون الإنسان مش راضي عن اللي اتعمل أو عن شكل أنفه. في الحالة دي بنعمل الأنف مرة أخرى، مرة أخرى معناها إن حصل تدخل قبل كده جراحي، لازم نفك هذا التدخل الجراحي ونعيد ترتيبه بحيث نعيد ترتيب الأنف مظبوط. ده ممكن نضطر إن احنا نعمل اللي هو الأوبن تكنيك علشان نعدل الأنف مظبوط بحيث الإنسان يبقى مبسوط باللي هو. الأنف عملية جراحية بتاخد حوالي ساعتين ثلاثة مش أكتر من كده، ونتائجها بتبان على طول، ما بتاخدش وقت طويل، ولكن النتيجة النهائية نتيجة إن الأنف بيبقى فيها شيء من التورم البسيط بياخد حوالي من 6 شهور لسنة، فمفيش حد يستعجل اللي بيعمل أنفه، إن في نوع من الكمبيوتر مخه بيستقبل الأنف الجديدة وبيحطها على وشه ويستقبلها وبيبقى مبسوط بيها، وده بياخد وقت شوية، لكن شكل الأنف بيبان على طول. لو عندنا عظمة زيادة بتتشال، لو عندنا غضروف كبير بيتصغر، لو عندنا أنف عريضة بنصغرها ونضمها ونلمها، بحيث إن احنا عندنا القدرة إن احنا نعمل أي حاجة في الأنف، بل احنا عندنا القدرة ان احنا نعمل اي حاجة في الانف اللي اتلعب فيها قبل كده وحصل لها مشاكل، ونقدر نعيد ترتيبها بالطرق المظبوطة علشان نحصل على احسن ما يمكن بالنسبة للانف وشكل الانف. شكرا.